سهرة سهرانين لليلة وصل إلى المملكة العربية السعودية وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وكان في استقبال الوفد بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة الدكتور عبد العزيز اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة والقنصل العام للسودان بالإنابة محمد الحسين. وقال الوزير إن الزيارة تأتي تلبية للدعوة الرسمية التي قدمتها حكومة المملكة لمناقشة عدد من القضايا ومن ضمنها المشروعات التي تتعلق بأمر الدعوة, بأمر الدعوة والأوقاف ده كان الخبر اليوم وواصلوا معنا كل يوم عندنا خبر جديد وكل يوم العلاقات متفتحة لشيء ثاني التحية لحكومة المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين محمد بن سلمان وحكومة وشعبا دينا كل يوم في خبر جديد وفي اشارات جديده كل يوم بيكون في تباشير خير وكل يوم بيكون فعلا في خبر جديد يبعث الامل و خلينا نحلم بسودان جديد إن شاء الله نحن قريبين إن شاء الله منه جدا وقريبين ونحن نتلمس نتائج كل الأخبار الجميلة دي على أرض الواقع شكرا شكرا للسعودية حكومة وشعبا